هكذا بدت منازل وممتلكات الصابئة المندائيين في معقلهم الأصلي في قلعة صالح بمحافظة ميسان بعد سنوات من الهجرة خارج البلاد والنزوح داخلها. وبعد أن كان الصابئة يعيشون بسلام في هذه المنطقة ويمارسون طقوسهم قرب ضفاف نهر دجلة، أجبروا منذ عام 2003 على ترك منازلهم وبساتينهم التي يمتد عمرها لأكثر من 100 عام بسبب الحرب وسوء الأوضاع الأمنية والاقتصادية وسيطرة جهات متنفذة على ممتلكاتهم دون مسوغ قانوني. بهاي القلعة تقريبا كانت كلها مدينة الصبا يعني. اي تقريبا بال50 دولم 70 دولم انباعت من شيشي. هم ظلوا دول القليلين ظلوا هم يصرفون باملاك غيرهم هذوليك السافرة وقبلهم وظلوا يبيعون باملاكهم. المنازل والأملاك موجودة للآن لكن استغلت من قبل بعض المتنفذين بسبب فرغة الدور من أهلها. ومنذ ذلك الحين وإلى اليوم لم يتمكن المندائيون من استرجاع أملاكهم المسلوبة وفق مبدأ البقاء للأقوى، كما أن السلطات الحكومية لم توفر الحماية اللازمة لهم. واكو بساتين استملكت الناس بدون امر او قيد، والمقابر موجوده الصابئه، وقبر شيخ ادم موجود، والمعبد موجود مالهم. خابرونا وقالوا لنا بس هم ما يقدرون يجون يعني يخافون من الوضع مو زين. يقول لك تلبس الحكومه احنا نجي ناخذ حقنا. ليس في ميسان وحدها، بل تمتد معاناه الصابئه المندائيين الى مناطق سكناهم في بغداد وباقي مدن العراق، حيث اكد زعيمهم الروحي الريش إما ستار حلو في وقت سابق أن جهات متنفذة تسيطر على منازل الصابئة وتسرق محالهم التجارية بهدف إفراغ البلد من هذه الطائفة العراقية، مشيرا إلى أن عددهم تراجع إلى أقل من 10,000 شخص.